وصلت وزارة الداخلية جهودها وحملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 108 قضايا تموينية بمضبوطات تبلغ أكثر من 120 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 46 طن سلع غذائية في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة عومة تم ضبط اكثر من سبعه اطنان دقيق مدعم اما في مجال البيع بازيد من السعر الرسمي للسلع الغذائيه تم ضبط اكثر من سبعه وستين طنا